اهلا بيكم يا جماعه في ليكشر 6 اسمها Health Information System Processing، وفيها هنتكلم عن مراحل واجراءات عمليات تشغيل المعلومات في الاتش اي اس. ان شاء الله هنخرج منها بالاوبجكتيفز الاتيه. في البدايه هنتعلم مع بعضنا Health Information Processing Definition. ايه هو Health Information System Processing؟ اهميه Information System Processing في الهيلث كير. Information Processing as Quality Factor بيحدد وبيغير وبيؤدي لرفع مستوى الكفاءه. Impact of HIS on economic, أثر الهسبيتال انفورميشن سيستم على الاقتصاد سواء كان خاص بالمستشفى او الماكرو ايكونوميك. هسبيتال انفورميشن سيستم as memory of HIS كذاكره للمستشفى بتاعتنا. في البدايه خلونا نتكلم يعني ايه هيلث انفورميشن سيستم بروسيسنج. المقصود بيها عمليه تجميع البيانات من المرضى وعن المرضى ومن المستشفى عشان في الاخر نقدر نوصل للريزلت وي نيد ات. خلونا مع بعض دلوقتي نتكلم في اهميه الهوسبيتال انفورميشن سيستم بروسيسنج. اول حاجه من الاهميه ان هو بيأثر في الكواليتي فاكتور، يعني هو عامل مهم جدا جدا على التاثير في جوده الاداء الخدمه المقدمه للمريض. الهوسبيتال انفورميشن سيستم بروسيسنج بيديني جلوبال فيو عن المستشفى كلها بالكامل، كل البارتس، كل الديبارتمنتس، كل الفانكشنز، كل البروسيجرز. فاينل الهوسبيتال انفورميشن سيستم بروسيسنج يعتبر الذاكره للمستشفى. زي ما احنا قلنا قبل كده احنا بنحتفظ ببيانات المرضى من 20 ل 30 سنه، فالهوسبيتال انفورميشن سيستم بروسيسنج يعتبر الذاكره الخاصه بالمستشفى بتاعتنا. انفورميشن بروسيسنج از ا كواليتي فاكتور. يا ترى يا جماعه عمليه تشغيل المعلومات ايه علاقتها بمستوى الاداء بتاع الاورجنايزيشن بتاعتنا which is hospital؟ لو احنا بنتكلم على الكواليتي فاكتور كناحيه اقتصاديه فهي عباره عن نسبه الكيسز اللي عندنا في المستشفى ريليشنال بعدد الفول تايم امبلويز جوه المستشفى. انما لو بنتكلم عن الكواليتي كاوتبوت كونسيدرد من البيشنت ساتسفاكشن فطبعا الموضوع هيكون اصعب كتير جدا في حسابه. دلوقتي يا جماعه هنتكلم على الامباكت اوف اتش اي اس على الكواليتي اوف هيلث كير. في البدايه خلونا نقول ان احنا الاتش اي اس هيدينا فريم ورك قوي جدا، يدينا الامكانيه ان احنا نكرييت امبلمنت نسستين اور اولد بروسيجرز ونيو بروسيجرز عشان نحل اكزيستنج بروبلم. نمره 2 سترينثينج انتردسيبلينري بتوين التيم ورك بتاعنا، تعاون قوي جدا بتوين التيم ورك اللي عندنا. ميتيجيتنج ذا ريسك معناها طريقتنا اللي هنعملها عشان نتفادى الريسكس المختلفه او لو وقعت ازاي نتعامل معاها. سستين امبروفمنت نقدر نحصل على تنميه مستدامه او تطور مستدام في المستشفى بتاعتنا. سبورت الافيشنت والافكتيف نيوز اوف اور ريسورسز ان احنا بنستخدم الريسورسز بتاعتنا احسن استخدام ممكن. كمان بتدينا امكانيه انيبل اون جوينج سيلف اناليسيس اوف بيرفورمانس معناها امكانيه ان احنا نحلل التحليل ذاتي لادائنا اداء الاليمنتس اللي عندنا والايتيمز اللي عندنا جوه المنظمه. دلوقتي هنتعرف يا جماعه على اثر الاتش اي اس على الاقتصاد الخاص بالدول. ورلد وايد كوميونيكيشن تكنولوجي كمان السوق بتاعهم حقق تقريبا 2.5 تريليون يورو في سنه 2009 والزيادة السنوية يا جماعة 5% annually. Information communication technology has become major factor for quality and efficiency of healthcare worldwide. أصبح information communication technology بيأثر بشكل كبير جدا جدا على مستوى الكواليتي والإفشنسي بتاعت الهيلث كير. عندي كمان increasing قوي جدا جدا في الاقتصاد ليه علاقة بالcommunication technology. كمان المستشفيات بتعين تقريبا 5 مليون موظف worldwide. وحركة الاكتيفيتي الخاصة بالهوسبيتاليتيز حققت تقريبا 2 تريليون دولار انيولي. عنواننا دلوقتي يا جماعة Hospital Information System as a memory of a hospital. لازم نبقى عارفين ان الـ HIS بعد وقت من الاوقات بيعتبر الذاكرة الرئيسية الخاصة بالorganization بتاعتنا. First of all احنا لازم نعتبر هذه الذاكرة بحيث يتم تعديلها، تطويرها، تغييرها، تحسينها والرجوع ليها وهي بس عشان نسترجع اي انفورميشن ريجاردنج بالهوسبيتال او بالبيشنت او بالديزيز نفسه. هوسبيتال انفورميشن سيستم قدر يوصلنا الاكستند في الانفورميشن بروسيسنج
ما قدرش يوصل له الهيومن بينج. طبعا مع اللارج سكيل اوف داتا، لارج سكيل اوف بروسيسنج، تفوق جدا جدا الـ HIS عن المانيوال انفورميشن سيستم في اي مستشفى. وطبعا بالضروره ده هيؤدي لان الـ HIS جوه المستشفى بتاعتنا مطلوب منه ان هو يجمع الداتا، يبروسيس الداتا ويطلع انفورميشن، يستور الداتا فور فيوتشر يوز، وباك اب الداتا فور كاتاستروفيز اند ديزاسترز. لو حبينا نلخص احنا خرجنا بايه من المحاضره دي، في البدايه اتعلمنا مع بعضنا هيلث انفورميشن سيستم ديفينيشن، قلنا يعني ايه هيلث انفورميشن سيستم وايه البروسيسنج اللي موجوده جواه، اتكلمنا مع بعضنا على اهميه الانفورميشن سيستم في الهيلث كير، اتكلمنا مع بعضنا على الاثر بتاع الاتش اي اس في الكواليتي بتاعه البيشنت كير، اتكلمنا مع بعض على الامباكت بتاعه الاتش اي اس في الايكونوميك نفسها والاقتصاد، وقلنا قد ايه هي بيجنريت ماني وبيجنريت فرص عمل قويه جدا جدا في الدومين بتاعه. وفي الاخر اتكلمنا مع بعض على الهوسبيتال انفورميشن سيستم از ا ميموري اوف اور هوسبيتالز.